قال وحال عليه الحول، هذا الشرط الرابع شرط الوجوب، أن يحول عليه الحول. قبل حولان الحول لا تجب عليه الزكاة، لا تجب إلا إذا حال عليه الحول، يعني دارت عليه سنة هجرية كاملة. حال الحول أي دارت عليه، مرت عليه في ملكه، لم يتغير، يعني زاد ما في مشكلة، بس أهم شيء لا ينقص حتى تدور عليه سنة هجرية كاملة، باستثناء الزروع والثمار، لأن الله تبارك وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه، فيستثنى الزرع فإنه يؤتى حقه يوم الحصاد. يقول وكذاك يستثنى ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول الأصل، ما كان تابعا للأصل يأخذ حكم الأصل. مثلا أنا عندي تجارة، أعمل بالتجارة وجاءتني أرباح، الأرباح جاءتني قبل شهرين من حولان الحول، ما دار عليها حول، نقول لا، هذه الأرباح تابعة للأصل فتخرج زكاتها مع الأصل، وإن كانت الأرباح ما دخلت إلا قبل شهرين لكنها تتبع الأصل. كذلك عندي غنم مثلا، هذه الغنم ولدت، هذه التي ولدت هل تدخل في زكاة؟ نعم تدخل، ما دار عليها حول، نقول تابعة للأصل، لأن هذا نماء الأصل، هذا نماء الأصل، فنماء الأصل تابع له، فيخرج زكاتها مع الأصل، لا يشترط فيه حولان الحول. وكذا ربح التجارة لا يشترط فيه ربح حولان الحول، ربح التجارة تابع للأصل كذلك. نعم.